هديت. عباد الله، لقد دلت النصوص الشرعية أن الفتنة بالمرأة إذا وقعت ترتب عليها من المفاسد والمضار وسوء العواقب ما لا يدرك مداه ولا تحمد عقباه. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي اتخذها غرضا لها لتهييج الفاحشة وإشاعة الرذيلة وفتن الرجال بها، لا سيما إذا خرجت متجملة متعطرة متزينة، مظهرة لبعض مفاتنها، مبدية لبعض محاسنها، كاشفة وجهها بملابس فاتنة ضيقة حتى ولو بعبايات الكتف الضيقة، فهناك يعظم الشر ويتزايد الفساد.